صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس الدورة 28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه بداية بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وللشعب الأردني الشقيق على احتضان اجتماع الدورة 28 لمجلس الجامعات الدول العربية على مستوى القمة، كما أهني جلالته على رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مقدرين ومثمنين عاليا جهود فخامته خلال فترة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتشرف بالوقوف أمام مجلسكم الكريم ممثلا للبرلمان العربي، صوت الشعب العربي المعبر عن آمال وتطلعات الأمة العربية، وهو المؤسسة التشريعية والرقابية لمنظومة جامعة الدول العربية، والذي أصبح دوره أكثر فاعلية وقوة بدعم من مجلسكم الكريم الذي كان له الدور الأهم في تمكينه من أداء صلاحياته وتعزيز دوره للعمل كأداة فاعلة خدمة لقضايا ومصالح الأمة العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، متطلعين من مجلسكم الكريم مزيدا من الدعم لتفعيل الدور التشريعي الهام الذي يقوم به البرلمان العربي بما يعزز العمل العربي المشترك ويحقق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، والعمل على ترسيخ البعد الشعبي ودوره في مسيرة العمل العربي المشترك. وفي هذا السياق يعمل البرلمان العربي على دعم السياسات والمواقف تجاه القضايا والمصالح العربية في المحافل الإقليمية والدولية في ظل تنامي دور الدبلوماسية البرلمانية في العالم وتعاظم تأثيرها على مسار السياسات الدولية. وإن الدور الذي يقوم به البرلمان العربي في تعزيز الروابط وفتح قنوات التواصل وتوطيد العلاقات مع العديد من الاتحادات والهيئات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية ومجالس منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، مهد الطريق أمام التواصل مع ممثلي شعوب العالم لنقل رسالة الشعب العربي بما يعزز ويدعم الدبلوماسية الرسمية العربية. وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمان العربي في ظل الظروف بالغة التعقيد التي تعصف بعالمنا العربي، بادر البرلمان العربي بتأسيس اجتماع دوري مع أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، وذلك لدراسة الأوضاع والتحديات التي تواجه العالم العربي وتقديم رؤية عربية موحدة تعالج القضايا والتحديات تعبر عن تطلعات وآمال المواطن العربي. هذه الرؤية صدرت باسم وثيقة المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي انعقد في مقر جامعة الدول العربية في شهر جماد الأولى 1438 هجري فبراير 2017 ميلادي. الوثيقة تضمنت رسم مواقف وتقديم حلول ومعالجات لكافة القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي، ونتطلع باسم البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات في الدول العربية لاعتمادها كوثيقة من وثائق هذه القمة.
كما بادر البرلمان العربي أيضاً بإصدار عدد من الرؤى والوثائق والتوصيات بشأن القضايا التي تهم المواطن العربي وتمس أمنه القومي وقوته اليومي، حيث أقر التصدي للقانون الأمريكي المسمى العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا، كما اعتمد رؤية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي للوضع اللا إنساني والقوانين التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأصدر رؤية بشأن معالجة قضية الفقر في العالم العربي، كما أصدر 3 وثائق برلمانية تلامس 3 موضوعات في غاية الأهمية للمجتمعات العربية، وهي المرأة والشباب والبيئة، حيث أصدر الوثيقة العربية لحقوق المرأة ووثيقة الشباب العربي والوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن العالم العربي كان ولا يزال وسوف يكون محط انظار وأطماع واستهداف قوى ودول إقليمية وعالمية، فهو مهد الديانات السماوية ومصدر إشعاع الحضارات الإنسانية ومخزن الثروات الطبيعية، يتوسط قارات العالم ويربط الشرق بالغرب، ولذلك فهو يتعرض على مر العصور والأزمان لحملات غزو وغارات احتلال وجيوش استعمار، ولكنه على الرغم من ذلك كله ظل شامخا وصامدا وعصيا على الانكسار، كلما أراد الأعداء النيل منه ازداد قوة وصلابة وشموخا، ولذلك ما نعيشه اليوم من موجات احتلال ومحاولات استعمار وحملات غزو فكري وأيديولوجي ومذهبي تمهد لإعادة أمجاد إمبراطوريات سالفة ذهبت على أيدي العرب أدراج التاريخ ولن تعود بحول الله وقوته. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تنعقد القمة العربية في ظرف دقيق تتأكد فيه الحاجة الماسة إلى تنقية الأجواء العربية والتضامن العربي، وذلك من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى المسؤولية التاريخية. فالأمن القومي العربي في خطر، الأمن القومي العربي في خطر بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب والتدخل الإيراني في الشؤون العربية. هذه الأضلاع الثلاثة لمثلث الخطر الداهم على الأمن القومي العربي، فإسرائيل لا تزال مستمرة في احتلالها للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وتمارس أقوى وأقسى أنواع الظلم على الشعب الفلسطيني الصامد. لقد أقر مجلسكم الكريم مبادرة السلام العربية عام 2002 ميلادي، فكسب العرب الرأي العام العالمي والتعاطف الدولي والشعوب المحبة للسلام والعدل في كافة أنحاء العالم، وأثبت العرب للعالم أنهم دعاة سلام، وأن دولة إسرائيل غير مستعدة وغير راغبة في السلام. وها هي اليوم بعد أن ضاقت بها الحيل ووقفت ضدها شعوب العالم استنكاراً لجرائمها ومقاطعة لبضائعها، أصبحت دولة منبوذة تمارس الظلم أمام أنظار العالم وجرائم الاحتلال والقتل والتدمير والعنصرية، تتحدث اليوم عن عدم إمكانية حل الدولتين، ولكنها سوف تفشل في توجهها الجديد كما فشلت من قبل في رفضها لمبادرة السلام العربية. فالعالم اليوم أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد، فهو الشعب الوحيد الذي لا يزال تحت سلطة الاحتلال، والضمير العالمي لن يقبل بذلك في القرن 21. إن الإرهاب أصبح خطراً يهدد كل الدول والمجتمعات العربية بفعل محاولات عدوانية من قوى وجماعات تنظيمية
خاصة تنظيم داعش الإرهابي. إن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلال الجزر الإماراتية وتدخله في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة ونشر وتغذية الصراعات الطائفية وتكوين ودعم ميليشيات مسلحة هدفها تقويض سلطة الدول الوطنية وتدريب أفراد هذه الميليشيات ومدها بالأسلحة لخلق الأزمات وإدامة الصراعات وتفتيت المجتمعات في المنطقة العربية وتبني سياسات ومواقف عدوانية وإصدار تصريحات غير مسؤولة ضد الدول العربية خاصة مملكة البحرين وجمهورية اليمن تتنافى مع مبادئ القانون الدولي المتمثلة في احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وختاماً أجدد شكري وتقديري للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة لهذه القمة، كما أشكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومعالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط على ما يبذلونه من جهود لتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكدين تطلع الشعب العربي الكبير إليكم أنتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو للعمل سوياً من أجل مواجهة هذه التحديات والأخطار الجسيمة التي تواجه أمتنا العربية. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خير الأمة العربية. شكراً سيدي جلالة الملك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.